كان ب 4000 5000 هسه ب 9 وب 10 كيلو. يعني السمك كلش غالي والعالم ما عندها، يعني تيجي تعامل وتروح. كان ب 3 ب 10 ب 4000 العالم تسوى خير من الله، هسه ماكو انقطع رزقنا. يعني للبحيرات سدوا البحيرات قسم ما ماكو، يعني صعد الكيلو ب 10000 دينار، يا اشتري ب 10000. السمك هو مو صناعي. السمك مو صناعي. السمك اذا كان متواجد يرخص. ما متواجد ما يرخص. اكو بحيرات طموها. البحيرات قلت. البحيرات قلت. احنا منين هسه سبشتنا؟ بغداد، طارمية، السويرة، المدائن. احنا واقفين هيك ترى والله. والله واقفين هيك والله. يعني انا بربك عندي 11 نفر اعيش على 10000. هاي شغلة هذا البحيرات عزيز قلبي مو يمنا احنا. بحيرات يقولون لغوها على اساس بعد احنا ما ندري. احنا ما شفنا بعيوننا يقولون بين الصدق والكذب اربع اصابع. بتسعه بيني ما بين الله 9000 دينار. اي والله. هاي معاناة عمي والله ما عندي. يعني احنا هسه جاي نضغط على الناس قوة. احنا هسه عمل هذا ضغط يسمونه. يعني احنا الى متى نبقى على هاي؟ توفرون لنا فرصة عمل، محلات شوية، بحيرات. سدوا البحيرات كلهم، ما خلوا بحيرة، خلوا واحد. الواحد عنده جازة، اليوم قام يبيع بكيفه بعد. هم يتحكمون، إذا فتحوا البحيرات يصير ب 5000، ياكل الفقير يقدله. انطرب بلكت يصير له ب 5000، هم نستفاد احنا، هم نمشي بعد، إذا صار ب 10 جاي نخسر احنا. سبب الارتفاع هو ردم بحيرات. كانت بحيرات الموجودة بالعراق أكثر من 3000 4000 بحيرة. هسه الموجودة 300 400 بحيرة، 400 ما يكفي للعراق كله. هذا سبب الصعود، وسبب صعود الإعلاف وعدم وجود دعم لأصحاب البحيرات. عرض قليل وطلب هواية، ناس تطلب السمك هاي مال البحيرات، سمكة مرغوبة تطلبها العالم. وعرض قليل وما صار تنافس هناك عند البحيرات. بأربعة وبأربعة وربع نجيب بحيرات نبيعها بخمسة، بأربعة ونص. هسه من البحيرات ب 8500 8600 مكانه. يعني لا تبيعها بخمسه ما يصير، هم وراها نقل، وراها جبايه، وراها مصاريف هوايه، وراها متعلقات كلش هوايه. يعني 500 بالكيلو هاي يتحمل صعوده، وهو ب 8 ونص صار ب 9، يعني بيش تبيعها؟